صنعاء تعلن بدء حظر استيراد السلع من 3 دول. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أقرت حكومة صنعاء المقاطعة الاقتصادية لكل من السويد وهولندا والدنمارك ردا على إحراق نسخ من القرآن الكريم في تلك الدول بحماية من حكومتها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ في صنعاء أن مجلس الوزراء أقر عدم استيراد السلع ذات المنشأ السويدي والهولندي والدنماركي المستوردة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأضافت أن المجلس شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء ونوابه والوزارات المعنية بموضوع الاستيراد للمتابعة المستمرة لتنفيذ القرار واتخاذ أي إجراءات إضافية. ووافق المجلس على الخطة الإعلامية الشاملة بشأن المقاطعة وأهميتها الكبيرة كسلاح في مواجهة الأعمال العدوانية ضد المقدسات.